ولدي كانت خدامه في عيناتي كي قاد الدريه خدامه في هذاك العشي ديال بيمو مشات هي نهار اثنين ونهار ثلاثه ولدي تبعها هاد المجرم مضربها ما خلا وليدي شرطه ما بالموس ما خلا وليدي ببوطه ما خلا باش كرفصت كرفيس تحت الله نهار الاثنين الثلاث ضربها مع الوحده ورجع داك الجدارم يداوها وليدي مع الربعه لهذا السبيطار ملي مشينا حنايا عيطوا لينا نهار عيطوا لينا حتى نهار الخويا عيطوا ليه قالوا لي راه بنت اختك راه ضربها ولد خويا ملي مشينا وليدي صناها في حالة خطر قال لنا الجدارمية مشينا عند الجدارمية قال لك اودي رانا صناها مضروبة الجدارمية قال لك رانا قال لي نقدموني رانا قتلتها رانا قتلتها انا ما عندي ما نقول لكم دابا رانا قتلتها رجع قال لك الجدارمية قال لك صد فمها عامر دم ونيوف عامر دم كفيت على فمها درت لها الاسعافات قال لك درت لها الاسعافات عاد باش قال لك ردت داك الدم من فمها ومن نيوفها هما غادن بها بلا سيفتها راجله وهو ماشي راجله قال لي اللي قلت لي وليدي راه واحد الدريه جات مضروبه ببوطها كيفاش كيقول قال لي ضاربه راجله كنقول له ودي انا ما ضاربهاش راجله غير هذا راه المجرم هو اللي دار لي هذه الحاله واخا يكون وحش اما غاديش يدير لي هذه الحاله كون هرسها كون عورها كون دار لي على شي حاجه ما يخليهاش عام عقبه بحال هكايا واش غيخلي يعجب بحال هكا كيترطق معمره كانت اسلام انا معمرني الشتا راه جلاله الملك محمد السادس والحم وشيرهم كيشوفوا في هذا الشيء لك توصلت لهم هذه الرساله راه رسالتي توصل لهم رانا كبره مع ايتام وليدي هذا الشيء يقول لي كنقول لكم راه اللي قلت لكم في الاول غدا نبقى نقول لكم ورانا كنغلط ورانا وليدي رانا ما كنعرفش ندوي نكذب وليدي رانا تمحنت في حياتي كامله رانا مكبره مع ايتامه وكبرتها هي يتيمه والوليد تا هو عنده 4 سنين وهي عندها 25 عام عندها وليد عنده 4 سنين وليد عنده 4 سنين وليد الله 24 راه هي عندها 25 عام مطلقه عليه راه خرجات وليدي الله عنده شهر ونص خرجته يلاه خرجته كامل هذاك الله عندها سميتها خرجت من المدرسه ودارت خرجت من المدرسه ومشات دير راه كانت تقرا في الباك ويني باش تعدمها بحال هكا راه حشومه اشنو دارت لك اشنو دارت لك اشنو اللي لحقت لك اشنو كالت لك تدير لي هذه الحاله لا الحمد لله وليدي راه الشيء اللي غنقول لكم راه لا خارج المغرب ولا داخل المغرب راه يشوف في حاله البنيه راه اللي داروا لبنتي انا غادي يديروا حتى لبنات الناس راه اي واحد غادي يشوف هذه الحاله راه غادي يبقى يزيد في المنكر راه غادي يشوفوا هانتوما كتشوفوا فيها الرجلين تردوا مع راسها وراسها تردوا مالا كانت كويا راه نتوما شتوها كي كانت راه ما شتوهاش ملي كتمشي وتجي شتو على الصور هذاك الشيء اللي دايره ضيعها في حياتها دعيناه لله ياخذ الحق دعيناه لله ياخذ الحق هو قال لك راه تاغي قال لك عنده فلوسه عنده والدي كيجريو عليه انا ما عنديش هو قال لك عنده فلوسه وعنده عائلته اخته راه قال لك خدامه محاميه هي اللي قالت لي هرب ملي ضربتي قتلتيه هرب وراه مشدوهم الجدارميه راهم اللي شدوهم الله يرحم والديكم ولدي اعتقلوا ولدي وراه قال ندخلين وقال لك داو الجنائيات انا راه ما كنعرفش داو قال لك الجنائيات انا باقي متى قال لك مقدمينه بالبوطه ديالو بحويجاته بمعيناته كلشي باقي مستودن عليه وورقاته ديال الطلاق وكلشي اللي كانت خدامه في ليساته اللي كانت بهم كلشي جا معاهم في ميحيله هادشي هو اللي كنقول لكم وليدي الله يطول لي عمرك لا كيما سقتكم الخبر سقنا الخبر ولدي عيط عمو وعيط لخويا قال لي لا تسال على بنت اختك راه ضربها ولد خويا راه واقيلا تعيش واقيلا ما تعيش ملي مشينا وليدي السبيطار صدناها بصح راه داخله غيبوبه شهر وهي داخله غيبوبه قلت لك ضربها نهار ثلاث ولا اربعة ولا خميس عقدنا حنا ما عرفتش وليدي الوقت العيد ديال رمضان العيد ديال رمضان ماشي هذا العيد العيد ديال رمضان ضربها نهار ثلاث ولا اربعة ولا خميس عقدنا راه عيدنا ما يكون عيد العدو وعواشرنا ما تكون عواشر العدو وليدي واش كتصور بنيتي مقديه وحويجاتها وجايبه الوليده قال لك لا جودان قال لك انا بكيت انا قال لي بكيت الوالده ملي شتيك الحاله ديال البنيه حويجاتها مكرفسين ووليداتها شاريه السبرديله وشاريه السروال وشاريه كل شيء لوليدها هذا الشيء اللي كاين شكرا يا ولدي الله يحفظكم السلام عليكم
كيف كتشوفوا معايا متبعي قناه تو تي في الحاله ديال هاد البنيه هادي؟ ما عندهمش لا حول ولا قوه الا بالله، لان مسكينه رفضت انها خاصه ما بغاتش تبان يعني في المباشر، قالت بان اتصل بها شي حد عبر الهاتف وعندها رقم الهاتف وهذا، تواصل معها باش ترسل لهم يعني المبلغ اللي وصل لها يعني كان على دفعتين وصل 26000 ريال على اساس انهم كان يعني شخص يعني رجل و يعني امراه كانوا يتواصلوا معها، بدا بان الاخرى تدعي انها من احدى المستشفيات الخاصه باش يخلصوا شي دوفي وينعسوها في كلينيك الشيخ زايد، لكن كنشوفوا الحاله ها هي شهر ونص باش وقع هذا المشكل، يعني كما كتشوفوا مشاهدي الشروق المغربيه انها لا زالت على الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. اختك اودي الاميده النصب اللي تعرضت لها. شكرا لمشاهدي الشروق المغربيه والتعليمات المباشر من السلام عليكم. السلام عليكم خويا، حنا الدريه اختي راك شتي كما الحاله كما كتشوفوا، السيده تدى عليه واحد السيد ودار هذه الحاله، وزيدون كتشوف الناس كيستغلوا الناس في واحد الوقت واحد الظروف ما هيش حتى اللي هي، وكينصبوا هاد الناس نصبوا علينا، نصبوا على الدريه اختي. لا شكون هذا اللي نصبوا عليكم؟ هذا واحد السيد واحد السيده عيطوا للدريه اختي، قال لي حنايا واحد الناس من المسؤولين ديال الاداره ديال الشيخ زيد، اليوم غادي حنا غنصيفطوا لك واحد النمره غتصيفطي لنا اللي فيها واحد 26000 ريال، ديك 26000 ريال تقسمت على جوج مرات، صيفطت لي على جوج مرات، قال لها هذاك الدوفي غادي نعمرو ونصايبو باش نصايبو لك ذاك الدوفي باش كاينين المحسنين غادي يخلصوا عليها، غيخلصوا على ديك العمليه وهذاك الشيء، ملي جينا ولينا كنتصلوا بهم وهذا ما بقاوش كيردوا علينا. واليوم هاد الناس كيستغلوا الظروف ديال هاد الناس وكيستغلوا الظروف ديال هاد الحاله وكيستغلوا الناس في الظروف ديالهم وكينصبوا عليهم. وانا من كنادي من هاد النداء للاخوان المغاربه اللي كينصبوا على هاد الناس يديروا ضمير شويه، يكون عندهم واحد الضمير حي. حنا راه واخا ما قارينش راه قرانا الله تبارك وعز وجل، اليوم نطالبوا من الاخوان المغاربه داخل الوطن ولا خارج الوطن، وياكم 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 من النصابه من كيكونوا عندكم شي ظروف، تكونوا في شي ظروف حرجه ما تثقوش بالناس وما تثقوش من والا، واللي تثق به هو اللي يكون معاك في جنبك هو اللي تثق به، اما في التليفونات او هذا ولا نجي ما تثقش به. انا مزوق وكنطلبكم دابا هادو استغلوا الفرصه ديالكم، استغلوا الفرصه ديال المرض ديال البنت وانتم مشغولين بها برسطين. حنا اليوم مشغولين واستغلوا الفرصه، بنادم راك عارف فيه من كتكون عنده واحد الحاله كتقول لي واحد الحاله كيقول لك صافي هنا غيتقدر غير غرض، ملي استغلوا الفرصه بحال ما كيك عيطوا للدريه اختي قال لها شوفي حنا شنا الفيديو ديالكم وهذا اليوم غادي تصيفطوا لنا واحد 26 غادي ندير لكم واحد الدوفي ديال هذا باش ندخلوا لكم الدريه للشيخ زيد، وحنا راه حنا في الشيخ زيد وراه دابا ثمن هذاك الشيء راه كاين الروسي فين تصيفط ليه وكاين النمر الكود ديال هذوك الناس اللي تصيفط ليهم، وانا كنطالب من هذوك الناس راهم كيسمعوا الا كان وصلوا من النداء راه كيسمعوا فيه، والناس اللي كيتعاملوا معاهم دابا حاليا يديروا بالهم منهم، وإلا شافوا هاد الحاله وشافوا هاد الحاله راه غادي نعرفوا الحاله والناس غادي نعرفوا الحاله. اذا خصكم ترفعوا شكايه بهم لان عندكم دابا التوصيل. عندنا التوصيل ديالهم، عندنا كلشي الدلائل ديالنا راه كلهم عندنا دابا، وعندنا فيديوهات عندنا اوديوات مع اتصال هذا. المشكل اللي وقع على اختي كانت حاله السيد هذا معتقل معتقل ايه معتقل الدرك الملكي. استدعوكم المحكمه مشيتوا يلا يلا مشيت اول نهار اليوم يلا مشيت باش خدت النمره ديال الملف اول مره يلا مشيت خدت النمره ديال الملف مع الظروف ديال الدريه وهذا، وحنا كنجريو كنا خدام انا هو المعين ديال العائله كنجري على العائله كنجري على الدراري راك شتيهم هما الدراري الصغار، انا عندي اربعه الناس انا راسي محمل على خمسه نفوس عاد باش الام الوالده هذه المريضه حتى هي كنجري عليهم انا اللي كنجري عليهم، واليوم انا دابا ريحت كنشوف كنجري مع الناس انا كنعاون كنطلبها من عند الناس باش كنعيش جابا باش كنعيش كنطلبها من عند الناس، هذا نقصدو هذا نقول لي انا مزوق سلمني حتى سيمانه اخرى حتى خدمت واحد النهار ما خدمت هي هذيك ما خدمتش،
والحياه هي هذه. الناس كتستغل دابا الفرص بحال ما كيكوايو كتنصب على الناس. المحامي اليوم عاد باش اخويا شفتو واحد السيد انا عيطت ليه وهذا عاد باش شفتو عاد باش غادي نشوف رانا كنديرو نشوفوا هذوك الاجراءات. ان شاء الله يكون خير. الثقه الكبيره في القضاء، القضاء يعطيكم حقكم. حنا وهذا كما كنلوحوا. حنا اليوم ثقتنا كبيره في القضاء. اليوم ثقتنا كبيره في القضاء. وفي القضاء ديالنا حنا الثقه ديالنا كبيره فيه. وحنا كنفتخروا بالقضاء ديالنا داخل ارض الوطن والخارج في ارض الوطن. حنا كنثقوا في اولاد بلادنا. وكنثقوا في الناس ديال البلاد، اولاد البلاد، الناس الحرار. واليوم كنطالب من جلاله الملك محمد السادس نصره الله. كنطالب من السيد الحموشي جزاه الله خيرا اليوم يتعمقوا لي في هذا الملف. حيت هما كيقول لك عندنا نفوذ، كيقول لك عندنا نفوذ. اليوم جريوا طوالكم ديروا اللي بغيتوا. وجاو كانوا واحد النهار عيطوا لي قال لي نعطوك 12 مليون وتسامح لينا. حنا اليوم ما بغيناش نديروا معهم داك الشيء. قال لك لا ما بغيتيش تسامح تسامحوا لينا غادي نعطيوه حنا للمخزن ويخرج هذيك الساعه ويخرج يضرب عام ولا عامين ويخرج. وإلا كان القضاء كيشوف في هذه الحاله ويدير هذاك الشيء اللي كيباغي يديروه راه ما بقاش. وحنا كنثقوا في القضاء ديالنا. حنا ما كنطلبوا من القضاء ما يوصلش هذا الشيء وما كيوصلش عليه. رقم الهاتف ديالي 06 55 92 67 66. المساعدة هو 06 55 92 57 66. شي كلمة أخيرة توصل للمسؤولين هاد الحالة. وحنا كنطالبوا من المسؤولين يشوفوا في هذه الحاله يشوفوا بالضمير الحي لواحد النهار ما ينفع ولا مال ولا بنون الا من رحمه الله بالقلب الخالص. ويشوف واحد النهار يتفكر واحد النهار غادي يمشي عريانه عريان عند الله سبحانه عز وجل. حنا كنطالبوا من الناس المسؤولين يطبقوا القانون والاجراءات ديالهم في هذا الشيء. وإلا شافوا وبغيناهم ويجاو لك كانوا وبغاو يتحروا ويشوفوا هذا الميل ويجيو لروسهم بايديهم الف مرحبا. والتراب اللي كيتمشاو عليه الرجال حنا ما كنسواش قدام. الاطباء نهار اللي داو هما يجروا داروا الاجراءات ديالهم وهذا كانت شهر وهي تما في السبيطار و18 يوم خرجت من الانعاش. نهار اللي خرجت 18 دخلت نهار 12/5 للسبيطار. دخلت نهار هما جابوا نهار 12/5 دخلوا للسبيطار. شهر ديال الكومه، شهر ما كتهضر ما كتكلم ما والو. الحاله اللي ارسلها انا راه كانت فيديوهات، راه كانت السبيطار كيبقى فيه الفيديوهات، راهم يطفشوا ويطالعوا على دوك الفيديوهات تما كاينه كيفاش كانت الحاله ديالها، الحاله كيما جات كيفاش دخلت ليها. و 18 يوم تم في السبيطار بالعنايه ديالهم. وهذا هذاك النهار نهار 30/6 عيطوا لينا قال لك السيده غادي تخرج. هبطوا لواحد الكولوار تاع تما كاينه فين كاينين فيه اطباء وكذا وهذو فين كاين نهار 1/7 خرجوا لينا من السبيطار قال لك السيده ديوها.